أشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضاً الجمعية الوطنية للانتقال الجنوبي تقف أمام الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي. محافظو حضرموت يطلع على نشاطات مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان ويكرم نماذج لمشاريع شبابية ناجحة. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توقع مذكرة تفاهم لحفر آبار مياه بالتعاون مع مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت. انتقال حضرموت يؤكد وقوفه مع المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة والحرب الاقتصادية الممنهجة.